الو الو، السلام عليكم. لي فلاير نورمالمون هم واجدين غدوه الصباح تقدري تديهم ان شاء الله. هكذا هي يوميات سمير، مكالمات يتلقاها للطلب على تصاميم خاصة بإعلانات ومطويات لفائدة المترشحين لتشريعيات 12 يونيو. الملصقات هذيك الصغيرة كاين اللي على حساب الناس اللي يعرفهم، كاين اللي قادر يخدم 3000، كاين اللي قادر يخدم 10000، كاين اللي قادر يخدم 100000، وهي رايحة. حتى اللي زافيش هذوك اللي علقوهم الملصقات الإشهارية، كيف كل واحد واش حاب، كاين اللي ما يحبش يعلق بزاف ما يطبعش بزاف، وكاين اللي عنده ناس وتاكل عليهم وعنده الدعم. الثمن تاعنا دائما على حساب الكمية. الحملة الانتخابية انطلقت وتزايد معها الإقبال على خدمات التصميم وطباعة صور المترشحين، ما جعل سوق الإعلانات ينتعش، خاصة بعد الجمود النسبي بسبب تداعيات أزمة كورونا على مثل هذه النشاطات. نعرف مطابع وأنا واحد منهم، كاين شي عمال اللي الله غالب ما قدرناش شغل، اونيتي اوبليجين نسمحوا في الخدمات تاعهم لانها خدمات شغل استثنائيه وصغيره. بصح هاد المرحله لاباس شويه تنفسنا شويه مع هاد الانتخابات. رغم اختلاف الطرق الدعائية للمترشحين وانتعاش بورصة مواقع التواصل الاجتماعي لاستمالة أصوات الناخبين، إلا أن الدعاية التقليدية رغم تكاليفها لا تزال تحافظ على مكانتها في عملية كسب قاعدة جماهيرية قد تسمح للمترشح في الجلوس على أحد مقاعد الغرفة السفلى للبرلمان.